الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها محاكمة هي الأولى من نوعها، محكمة ألمانية تقضي بالسجن على عضو سابق في الاستخبارات السورية، وبرلين تقول إن الحكم يمنح السوريين الأمل. فهل تفتح القضية الطريق إلى محاكمات مشابهة؟ جهود التصدي لكورونا، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن فعالية جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون في منع الإصابة بالفيروس. والشركة تؤكد أن لقاحها فعال ضد السلالة الأفريقية الجنوبية، فإلى أي مدى سيساهم هذا اللقاح في التعافي من كورونا؟ وفي موضوعنا المغاربي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يصدران بيانا مشتركا يدعو لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها تونس حاليا. وفي جولتنا على مواقع التواصل، مجانية اللقاح ضد فيروس كورونا تثير جدلا في مصر بعد تصريحات لوزيرة الصحة تتحدث عن آلية لدفع رسوم. أهلا بكم. أصدر القضاء الألماني حكما بسجن عسكري سابق في الاستخبارات السورية في أول محاكمة تتعلق بانتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد، فيما تستمر الجلسات في قضية مشتبه به الرئيسي. وتطبق ألمانيا مبدأ الولايات القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم. وأشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر بقرار المحكمة، ووصفه بأنه حكم تاريخي لأن له أهمية رمزية كبيرة عند الكثيرين، ليس في سوريا فحسب على حد قوله. طريق العدالة في سوريا يبدأ من ألمانيا، تنعكس الأدوار، مغطى الرأس يظهر المتهم ويطالب الضحايا علنا بحقهم. بعد جمع الأدلة ووفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، يمثل ضابط سابق في أجهزة المخابرات السورية أمام القضاء الألماني، والتهمة التي رجا السوريون سماعها منذ عقد تحققت، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الحكم هو الأول في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري. 7 شهود كانوا عرضة أو شهدوا عمليات قتل وتعذيب في سجون المخابرات في دمشق. بمحكمة العدل الألمانية بكى المتهم على ضحاياه طالبا العفو حسب محامي دفاعه، معتبرين أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ الأوامر في نظام يسحق كل نية للعصيان. أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا تزداد دعاوى السوريين المرفوعة في رسالة واضحة تبث الرعب حسب حقوقيين لكل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري. من باريس الآن ينضم إلينا المحامي والحقوقي السوري مازن درويش. مرحبا بك سيد مازن. ما حصل اليوم في ألمانيا هو بالتأكيد مهم وسابقة مهمة، ولكن هناك من يقول أنه أليس من المبكر أن يعتبر ما حصل اليوم في برلين مبكرا جدا، أن يعتبر يعني سابقة فعلية تعطي الأمل بمحاكمة حقيقية لكبار المسؤولين عن سفك الدم السوري في سوريا؟ نتحدث عن القادة الكبار، بشار الأسد على رأسهم رئيس سوري. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. من ناحية هي سابقة وهو حدث تاريخي اليوم وهي بارقة أمل، لكن هذا لا يعني أنه هذا هي العدالة أو أن العدالة أصبحت قاب قوسين أو أدنى. الطريق لا يزال طويل طويل جدا أمام فعلا يعني محاسبة كبار المنتهكين، سواء الرئيس الأسد أو غيره من كبار الضباط، والحصول على رضا الضحايا نتيجة لتحقيق العدالة ومن كافة السوريين. لكن هذا لا يلغي أبدا أن ما حدث اليوم هو نتيجة لنضالات الضحايا، نتيجة لإصرار الضحايا على الحصول على حقوقهم خلال سنوات طويلة. لم يتوقف الضحايا منذ بدء الانتهاكات من رفع الصوت عاليا بالمطالبة بالعدالة. صحيح نحن نتمنى ونعمل ونسعى على أن تكون هذه العدالة في دمشق نفسها، أن يكون هناك نظام
للعدالة الانتقالية الذي يضمن محاسبة كبار المنتهكين من كافة الأطراف ويضمن حقوق الضحايا والتعويض سواء كان المعنوي والمادي للضحايا، وضمان أهم ما يمكن أن نقول عنه كسوريين، يعني نتعرض لانتهاكات أكثر من 10 سنوات من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ضمان عدم تكرار هذا النوع من الانتهاكات من الجرائم بحق أي مواطن مدني سوري مهما كان طيب الجهة سيد أو مازن، السلطة التي أنت تحكم. قلت أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى تلك النقطة. هناك من السوريين بالتحديد من يئس فعليا من وصول الأمور إلى محاكمة حقيقية لرأس النظام والمسؤولين الكبار في هذا النظام، باعتبار الوضع الجيوسياسي الذي يحكم ما يحصل الآن في سوريا، وأيضا باعتبار الدعم الذي يتلقاه النظام والقيادة في النظام من أطراف قوية في العالم، نتحدث عن روسيا، الصين، أعضاء في مجلس الأمن. ربما هذا يدفع البعض إلى أن ييأس من حصول عدالة حقيقية في سوريا. يعني بدون شك هذا الشعور مفهوم، يعني لا يجب بالأساس أن ينتظر الضحايا كل هذه السنوات، لا يجب أن يكون موضوع محاسبة المجرمين ووضع حد لقضية الإفلات من العقاب مجال للمساومة السياسية أو لكروت لتستخدم بتحقيق المصالح. هذا بالمعنى الأخلاقي، بالمعنى الطبيعي صحيح تماما، لكن الحياة أعقد، والسياسة تحديدا هي يعني لعبة المصالح ولعبة الأقوياء. لكن مرة أخرى تعالوا نتذكر على الأقل الرئيس حسن البشير لما صدر قرار الاتهام وقرار الاعتقال بحقه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وكنا نراه أن يتجول في أكثر من دول، ويعني دولة من الدول اللي زارها دكتاتور من الدكتاتوريين اللي قام باستقباله هو نفسه بشار الأسد. كان هناك أيضا يعني مدعاة للسخرية للاستهزاء بهذا القرار وبهذا المصير، لكن اليوم حسن البشير خلف القضبان وداخل السودان. إذن يعني لا يوجد ثوابت بالسياسة، لا يوجد حقائق مطلقة غير قابلة للتغيير بالواقع، لكن هذا أيضا حتى لا نكون شاعريين، الأمر ليس بين يوم وآخر، نحن نتكلم عن مسار طويل، عن مسار قد يستغرق سنوات طويلة من أجل المحاسبة، وربما يستغرق عشرات السنوات حتى تستطيع سوريا والمجتمع السوري من الخروج من نتائج هذه 10 سنوات الدامية، وحتى نصل مرة أخرى فيها. إلى تلك النقطة وانتظار كل هذه السنوات. الآن ربما سيكتفي السوريين بمشاهدة محاكمات هؤلاء هذه الأسماء الدنيا في المستوى التراتبية في سوريا في عواصم غربية، بالتأكيد ليس في دمشق قريبا. يعني الاكتفاء بالمشاهدة هو يعني أمر أتمنى أن لا يكون هو يعني القاعدة التي تحكم عمل السوريين والضحايا بشكل أساسي. يعني الوصول إلى حالة اليأس هي أفضل ما يمكن أن نهديه لكل من يرتكب انتهاكات وجرائم. طالما نحن مؤمنين بحقنا، متمسكين فيه، نحاول ونسعى ونحاول أن نستفيد من كل الفرص الممكنة، نحاول أن نبقي ملف العدالة على الطاولة، أن لا نسمح لمجرمين الحرب، أن لا نسمح لأمراء الحرب أن يعقدوا اتفاقات سياسية تضمن سلامتهم وتضمن اقتسامهم للمصالح ومن كافة الأطراف، كل ما نكون نحن فعلا نقترب من العدالة. أخشى ما أخشى أن نكون يعني نحن من نقوم بخدمة القتلة من خلال سلبيتنا، وهذا الأمر يعني واضح، أثبت الضحايا، أثبت السوريين أنه غير صحيح. لم يهدأ الضحايا، لم يهدأ السوريين طوال 10 سنوات من المطالبة. هذه الجرائم هي الأكثر توثيقا في تاريخ جرائم الحروب حول العالم. هذا الشيء لم يكن أن يتم لولا شجاعة السوريين، لولا تصميم السوريين، لولا فعلا إيمان السوريين بأنه سيكون هناك عدالة. هذا الأمر لا شك بأنه يعني الوضع بائس، لا شك بأنه الملايين تعاني، لا شك بأنه حتى الآن لم تحقق فعلا الحد الأدنى من أمنياتنا ومن مطالبنا بالعدالة، لكن هذا لا يعني أبدا أن يدفعنا إلى اليأس، على العكس تماما يجب أن يدفعنا لمزيد من العمل. طيب لمزيد واضح. من التصميم. شكرا جزيلا لك أستاذ مازن درويش، المحامي والحقوق السوري من باريس بفرنسا. إلى الزميلة مايا الآن وواقع التواصل الاجتماعي. إليك. شكرا لك بدر، أهلا بكم.
حكم يمنح الأمل، هكذا وصف طيف واسع من السوريين قرار المحكمة الألمانية بسجن الضابط السوري السابق 4 سنوات ونصف. العنصر أو العضو السابق في الأجهزة الأمنية متهم بتسهيل تعذيب مدنيين، وتعد محاكمته أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية المستمرة منذ 10 سنوات. الدعوى التي رفعت ضده استندت بشكل أساسي إلى أدلة على عمله في جهاز المخابرات، قدمها هو للشرطة وسلطات الهجرة الألمانية حين تقدم بطلب الحصول على اللجوء. منظمة العفو الدولية وصفت الحكم الصادر بانتصار كبير للعدالة، ومنظمة ذا سيريا كامبين باركت للسوريين الذين عملوا لسنوات من أجل هذه اللحظة ولكل من شهد في المحاكمة، واعتبرت أن هذه الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة لعائلات المعتقلين والناجين من سجون التعذيب. المدير التنفيذي في منظمة Human Rights Watch كينيث روث يقول إن المحاكمة تظهر مدى التعذيب الممارس في سوريا ودور العدالة الذي يمكن أن تلعبه البلدان الأخرى. ويؤكد الباحث ريتشارد وير يؤكد على أهمية أن تتبع هذا الحكم سلسلة طويلة من القرارات التي تضيء الطريق نحو المساءلة باسم الجميع الضحايا والناجين، ويضيف أنه ما زال يتعين علينا الكثير من العمل في هذا الإطار. المحامي والحقوقي مازن درويش أشار إلى أن هذه المحاكمة دليل على أن نضال الضحايا من أجل حقوقهم هو الضمانة الوحيدة للعدالة. وفي الختام، الأكاديمي طارق متري يعتبر أن المحكمة الألمانية تفتح نافذة أمام الحق في العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية. بهذه التغريدة نصل مشاهدينا إلى ختام الفقرة. عودة إلى أخبار الساعة الأخيرة معك بدر. شكرا جزيلا معي. إلى ملفنا الثاني في الساعة الأخيرة، أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون فعالة ضد الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. ومن جانبها أكدت شركة جونسون أند جونسون أن اللقاح الذي يعطى في جرعة واحدة فعال بنسبة تفوق 85% في منع الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، كما أثر فعالية ضد السلالات المتحورة. الأمل تحمله جرعة. شهور طويلة مضت على تفشي وباء أنهك قوى البشرية وأضناها. جونسون أند جونسون تدخل شريكا في سباق استعادة الحياة إلى طبيعتها. جرعة واحدة من لقاح الشركة الأمريكية كاف لتوفير الحماية من أعراض كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنها، كما أنها تضمن تقليل انتشار الفيروس بفاعلية تصل إلى أكثر من 85% في الولايات المتحدة، تؤكد هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. اللقاح نجح أيضا ضد سلالات الفيروس المتحورة في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا. شركة تصنيع الأدوية الأمريكية تقدمت بطلب ترخيص طارئ لاستخدام لقاحها، ومن المتوقع أن يمهر بختم الموافقة النهائية بعد اجتماع لجنة مستقلة تابعة لهيئة الغذاء والدواء من أجل بحث بيانات السلامة المتعلقة به، وهو ما سيجعله اللقاح الثالث المعتمد في الولايات المتحدة بعد لقاحي فايزر وموديرنا. فاتورة كورونا البشرية التي دفعتها الولايات المتحدة الأغلى عالميا، ولذا تريد الإسراع بتطعيم مواطنيها بعد أن فقد أكثر من نصف مليون حياتهم نتيجة انتشار الفيروس. الحال في الدول الأخرى ليس مختلفا، فالوباء بسلالاته الجديدة ما يزال يحصد الأرواح ويدمر اقتصادات الدول الكبيرة منها والنامية. نقطة التحول التي تفصل بين الوضع الحالي وما أوجع العالم منذ العام الماضي هو توفر طوق النجاة. التنافس بين شركات الأدوية لتصنيع اللقاح هدفه نبيل، لكن تتداخل فيه حسابات تتجاوز إنقاذ الأرواح. ما يجري في المخابر ليس بيد العلماء وأهل الاختصاص فحسب، لذا يبرز دور برنامج الصحة العالمية لمراقبة توزيع اللقاح كوفاكس في وقف وباء الفشل الأخلاقي الناجم عن حرب اللقاحات.
من لندن الآن دكتور بلال زعيتر، مستشار علم الأدوية واللقاحات، ينضم إلينا. دكتور بلال مساء الخير، مرحبا بك. بلغة مبسطة، كيف يتميز هذا اللقاح الجديد من جونسون أند جونسون عن باقي اللقاحات حتى نفهم الفرق بينهما؟ طبعا هذا لقاح كان الجميع ينتظره. هذا اللقاح يعمل بطريقة مختلفة عن لقاحي فايزر وموديرنا، هو لا يعتمد على تقنية الحامض النووي الوراثي، ولكن ما يميزه هو نقطة أنه يعطى بجرعة واحدة، وهذا يفتح آفاقا كبيرة، لأننا بذلك يمكننا أولا تلقيح عدد كبير من الناس بتكلفة تصنيع وشراء أقل. والنقطة الثانية والتي هذه يجب الانتباه إليها جيدا، أنه بالتالي هو يصبح أشبه بلقاح أو بالإنفلونزا الذي يعطى مرة واحدة، وبالتالي هناك حديث عن إمكانية خلطه مع لقاح الإنفلونزا بحيث أنه يصبح قابل للاستعمال السنوي مرة واحدة. الجميع يعرف أن الكورونا وجد ليبقى، وأنه لن يختفي، وأنه سيتعين علينا أن نتعايش معه. جزء منها عملية التعايش هو جعل عملية التلقيح أسهل، وهذا اللقاح ذو الجرعة الواحدة سيجعل من عملية التعايش أسهل بكثير. طيب، فهذه هي نقطة الأهمية. طيب، إذا كان يتميز بكل هذه الميزات، لماذا لم يتم اعتماده أكثر من قبل مختلف الدول، على الأقل الدول المتقدمة والمتطورة؟ طبعا بالتأكيد جميع الشركات العالمية تسعى للاعتماد في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي السوق الأهم، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي الجهة المرجعية أو الجهة الناظمة الأهم عالميا، فبالتالي هم كانوا بكل ثقلهم وكل قوتهم العلمية، شركة جونسون أند جونسون الطبية العملاقة عبر ذراعها الصيدلاني جانسون، سعت لنيل الترخيص في الولايات المتحدة أولا. اليوم إعلان عن الفاعلية والسلامة هي الخطوة المنتظرة، فبالتالي تبقى عملية الإقرار خاضعة لجلسة تصويت نهائية من قبل مجلس حكماء أو كبار العلماء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمتوقع أن يحدث خلال 3 أيام. فطبعا هذا اللقاح منتظر بشكل كبير، لأنه سيعمل فرقا كبيرا، وسيجعل من فاعلية عملية التلقيح أفضل، لأننا في الموارد البشرية في عملية حجز المواعيد أنت بحاجة إلى أن تضاعف المجهود مرتين، فالآن أنت بجرعة واحدة تنتقل إلى المريض الذي يليه، وهذه نقطة مهمة جدا من طيب. ناحية لوجستية. هناك نقطة أيضا أود أن أفهمها منك يا دكتور، وهي هل بعض اللقاحات تعمل فقط في بعض الدول ولا تعمل في دول أخرى، يعني شيء من هذا القبيل؟ لأنه يعني مثلا في جنوب أفريقيا تم اعتماد واحد من اللقاحات المشهورة، أعتقد فايزر أو أسترازينيكا في البداية، ثم تراجعوا عن ذلك واعتمدوا مؤخرا على جونسون أند جونسون. فهل يعني هذا اللقاح يعمل في بلد ولا يعمل في بلد آخر مثلا؟ لا بالتأكيد لا، هناك الأدوية هي تعمل بنفس الطريقة ولا تعرف الحدود، ولكن الفرق هي في السلالات. أنت تحدثت عن لقاح معين، هذا اللقاح هو لقاح شركة أسترازينيكا. هذا اللقاح وجد أنه على المتحور الجنوب أفريقي هو يعمل بفاعلية أقل من 50%، وال50% هي الحد الذي قررته منظمة الصحة العالمية للقاح أو لقبول اللقاح، لأن فعاليته على المتحور الجنوب أفريقي السائد في جنوب أفريقيا، وجدت جنوب أفريقيا أنه من العبث الاستمرار بتلقيح شعبها من هذا اللقاح الذي قد لا يعمل على المتحور الشائع في تلك الدولة. حاليا المتحور الجنوب أفريقي محصور في مناطق جنوب القارة الأفريقية، ولا توجد حالات كثيرة عن انتشاره في أماكن أخرى، فبالتالي اتخذت جنوب أفريقيا هذا القرار أن تريد أن تستبدله بلقاح، ولكن نفس اللقاح الذي لا يعمل بكفاءة على المتحور الجنوب أفريقي هو يعمل بكفاءة على المتحور البريطاني وغيره من السلالات، فبالتالي القرار باعتماد بعض اللقاحات يعتمد على السلالات السائدة في تلك الدولة أو هذه. شكرا جزيلا لك دكتور بلال زعيتر، المستشار في علم الأدوية واللقاحات من لندن، شكرا. في نفس الموضوع، تسلمت غانا أول شحنة عالمية للقاحات المضادة لفيروس كورونا بتمويل من نظام كوفاكس التابع للأمم المتحدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في بيان مشترك إن غانا تلقت 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد من الشركة المصنعة في الهند. مع انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في إسبانيا في الموجة الثالثة من الجائحة، أصبحت المدارس العامل الرئيس لانتشار المرض في البلاد، لكن الحكومة لا تزال ترفض إغلاق المدارس حتى الآن مع فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس. كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن أن مدارس البلاد أصبحت السبب الأول لإصابات كورونا، وذلك بعد تراجع حدة الموجة الثالثة للوباء في البلاد، تراجع سببه الأول هو القيود المفروضة على التجمعات والحانات والمطاعم والتنقل، إضافة إلى حملات التطعيم في دور الرعاية. لكن الإصابات في المدارس استمرت بالوتيرة نفسها مع انخفاض طفيف، ونسبة لاستمرار الدراسة فرضت المدارس قواعد صارمة، بدءا من قياس درجات الحرارة قبل دخول الفصول، ثم الحفاظ على المسافات الآمنة وعدم اختلاط الفصول ببعضها. إجراءات وبروتوكولات تتبعها المدارس في حال إصابة أحد الطلبة أو المعلمين. إذا تم اكتشاف حالة يتم إبلاغ الخدمات الصحية، ومن ثم يتم إجراء اختبار كامل لكل الأطفال ويتم إرسالهم للمنازل، ومن ثم يتم إجراء اختبار PCR للصف بأكمله مع حجر احتياطي لمدة 10 أيام. قضية الأطفال والإصابة بكورونا صارت موضوع جدل طويل بين المختصين بشأن طريقة نقلهم للأمراض ومدى تأثرهم بها، إضافة إلى صعوبة السيطرة على حركتهم، لكن كثيرين يتفقون بشأن سرعة نقلهم للأمراض. الأطفال ممكن أن يصابوا بكورونا الفيروس ولكن بدون أعراض، القليل منهم يصاب بأعراض والأعراض تكون خفيفة أو متوسطة، وكل خلال التجارب التي أثبتت عندما كانت تغلق المدارس كانت تقل الإصابات بين الكبار. توفير حياة تعليمية شبه طبيعية للأطفال في ظل وباء عالمي مهمة بالغة التعقيد على السلطات والعائلات معا، لكنها مستمرة حتى تقرر الحكومة غير ذلك. تستند إسبانيا في التعامل مع الجائحة على التعايش وإدارة الأزمة، فوقف العملية التعليمية أمر غير مطروح حاليا إلا كسلاح أخير في مواجهة انتشار كورونا. معاذ حامد، العربي، من بلدة ليمونا في محافظة بسكايا شمالي إسبانيا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده أوقفت تنفيذ البروتوكول الإضافي لكنها ملتزمة بالاتفاق النووي. من جانبه طالب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران بتقديم تفسيرات لوجود آثار لمواد نووية من ضمنها اليورانيوم في أماكن غير مخصصة لها. مدين الغرب لحياة الاتفاق النووي مع إيران لطهران وحدها، كذلك يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني. صحيح أنها أوقفت تنفيذ البروتوكول الإضافي، لكنها ملتزمة بالاتفاق ما تزال. دولة جديدة أمريكا، على الإدارة الأمريكية الجديدة أن توقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران فورا، وإذا ما قامت بذلك فإن الطريق سيكون سالكا، هذا هو الحل. أوجعها الغرب لكنها صبرت، يقول روحاني إنه أبلغ مسؤولا أوروبيا كبيرا بتسببهم في أضرار بلغت 200 مليار دولار خلال سنوات الاتفاق المنقوضة بعض أطرافه. يصف روحاني العقوبات الاقتصادية لواشنطن بالإرهاب الاقتصادي ضد إيران. يرى الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى. يرى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير ذلك، يقول إن آلية العمل مع طهران لم تؤتي أي نتائج إيجابية حتى الآن. يطالب طهران بتقديم تفسيرات لوجود آثار لمواد نووية من ضمنها اليورانيوم في أماكن لم تكن مخصصة لها. الاتفاق المؤقت مع إيران غير مثالي وفق غروسي، لكنه يسمح بمواصلة مراقبة الأنشطة النووية الرئيسية.
هذا نظام يسمح لنا بالاستمرار في مراقبة وتسجيل جميع الأنشطة الرئيسة التي تجري طوال هذه الفترة حتى نتمكن في نهاية المرحلة من استعادة كل هذه المعلومات. يبغي الشركاء الأوروبيون استعادة الالتزام الإيراني بالبروتوكول الإضافي. وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أسفوا في بيان مشترك لبدء إيران تعليق العمل به. إنهم يحثون إيران على وقف جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية والعدول عنها لضمان تعاون كامل ومناسب مع وكالة الطاقة الذرية. في سياق متصل، جددت الخارجية الإسرائيلية تأكيدها أن تل أبيب لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وطالبت الخارجية في بيان برد دولي على انتهاكات إيران النووية، واتهم البيان إيران بتدمير ما تبقى من مهمات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن ستشرعان في الأيام المقبلة بإجراء مناقشات استراتيجية حول إيران وبرنامجها النووي. ساعة الأخيرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد أن قائمة الحكومة ستكون جاهزة يوم الخميس. أهلا بكم من جديد، ولكن تذكيرا بأبرز العناوين. محكمة ألمانية تقضي بالسجن على عضو سابق في الاستخبارات السورية، وبرلين تقول أن الحكم يمنح السوريين الأمن. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن فعالية جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون في منع الإصابة بكورونا، والشركة تؤكد أن اللقاح فعال ضد السلالة الجنوب أفريقية. وسام الآن والفقرة المغاربية إليك. شكرا لك بدر. أهلا بكم إلى الفقرة المغاربية، ونبدأها من تونس، حيث حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل من التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا. ودعت المنظمتان في بيان مشترك إلى الإسراع في إنهاء الأزمة الراهنة، وحذرتا من أن استمرارها يهدد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، فيما أكدتا أن حلها سيسهل في طمأنة التونسيين. وأعرب الاتحادان عن قلقهما من خفض التصنيف السيادي للبلاد وما يترتب عليه من تداعيات على قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية، محملين الأزمة السياسية مسؤولية المساهمة في هذا الخفض. معنا من تونس السيد عبد اللطيف دربالة الباحث السياسي. أهلا بك سيد دربالة. هذه المبادرة ما أهميتها في هذا التوقيت، خاصة مع عدم الاستجابة للمبادرات السابقة؟ نحن نتحدث عن اتحادان كبيران من أكبر الاتحادات في تونس، وبالتالي هل ستلقى أذانا صاغية من قبل أطراف الأزمة السياسية في البلاد؟ طبعا الاتحادين في تونس هو بطبيعه الاشياء المفروض انهم متضادين، واحيانا يكونون كل اتحاد الشغل واتحاد الصناعه والتجاره في تونس يعني في تضاد وفي منافسه واحيانا في صراع، لكن الاتفاق بينهما على هذا البيان من الاعراف وفي نفس الوقت من المنظمه الشغيله يدل على ما وصل اليه الوضع في تونس من تازم، يعني أصبحت تجلياته واضحة من السياسي إلى الاقتصادي والاجتماعي. الآن صيحة فزع تطلق المنظمات الوطنية في تونس يعني بحثا عن حل وحثا على ضرورة إيجاد يعني مخرج لهذا الإشكال السياسي والدستوري في أقرب أجل ممكن. يتزامن ذلك خاصة مع التنزيل من يعني التصنيف السيادي لدولة تونس من طرف المنظمات الدولية، بما سيشكل صعوبة إضافية في الحصول على قروض وعلى تمويلات، وسيعطي إشارة سلبية لكل الدول والمنظمات والجهات المانحة لتونس ولكل المستثمرين الدوليين حول
شكوك قوية حول مستقبل الاقتصاد التونسي في ظل هذه الأزمة السياسية الخانقة والتي تتزامن مع أزمة كورونا ومع أزمة اقتصادية تعيشها تونس منذ سنوات. طيب في ظل الحديث عن هذا التحذير الذي أطلقه الاتحادان، هل برأيك مستوى هذا التحذير سيجبر لربما أطراف الأزمة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حل بشكل جدي أم لا؟ وفلنكن يعني صريحين، كل أطراف الخلاف في تونس يعني أعلنت استعدادها للحوار ولمحاولة إيجاد يعني حلول وسطى ما عدا رئيس الجمهورية. يعني رئيس الحكومة أعلن أنه على استعداد لبحث كل الحلول الممكنة، رئيس مجلس نواب الشعب وجانب كبير من مجلس نواب الشعب التي تمثل الأغلبية البرلمانية أعلنت هي أيضا استعدادها، وحتى أحزاب المعارضة يعني كلهم أعلنوا استعدادهم لبحث عن حلول وسطى. رئيس الجمهورية ما يزال إلى حد الآن يرفض التنازل أو يرفض الحوار، حتى مجرد الحوار هو رافض لذلك. نعرف أن اتحاد الشغل يعني قبل هذا البيان كان سبق له الإعلان يعني مبادرة لحوار وطني، ثم أعلن وأن رئيس الجمهورية لم يستجب لتلك المبادرة. رئيس مجلس نواب الشعب وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية وطلب منه يعني حوار ثلاثي بين الرئاسات الثلاث، وطلب منه يعني محاولة حل هذه الأزمة. وأعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب أنه لم يتلقى رد من رئيس الجمهورية وأنه الأرجح أنه لم يستجب لذلك. قبل ذلك رئيس الحكومة فعل نفس الشيء، وجه عدة مراسلات وربما طلبات حتى عبر الإعلام وعبر وسطاء. طيب أستاذ عبد اللطيف، إيجاد حلول، لكن رئيس الجمهورية يعتبر أنه لا مجال للتراجع. تفضل. في مثل هذه الحالة ما هو الحل؟ إلى أين تسير البلاد في ظل هذا الرفض المطلق من قبل الرئيس لأي مبادرة من أجل التوصل إلى اتفاق للخروج من هذه الأزمة؟ ما الحل برأيك في هذه الحالة؟ للأسف يعني الحلول الدستورية تكاد تكون محدودة، يعني هناك حل وحيد وهو أن كل طرف يتمسك بموقفه، وفي غياب محكمة دستورية فإن كل طرف يعني يفرض سياسة الأمر الواقع. رئيس الجمهورية فرض سياسة الأمر الواقع وامتنع عن تنظيم جلسة لأداء اليمين ولإصدار تسميات بالوزراء الجدد مستندا على تأويله الشخصي للدستور، وفي نفس الوقت فإن رئيس الحكومة والأغلبية الحزبية أو البرلمانية الداعمة له تعتبر أن الحل الوقتي الذي اقترحه رئيس الحكومة بتسمية قائمين بشؤون الوزارات المعنية بالتحوير الوزاري مؤقتا إلى حين تسوية موضوع التحوير الوزاري والأزمة الدستورية هو حل يعني وقتي ربما يكون سير المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. شكرا جزيلا لك سيد عبد اللطيف دربالة الباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من تونس. في ملف تونسي آخر، استأنفت النيابة العامة قرارا قضائيا بالإفراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل ضمان مالي قدره 4 ملايين دولار أمريكي تودع بخزينة الدولة. جاء ذلك بعد جلسة استماع أجراها المجمع في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي. مجددا يطلق القضاء التونسي سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. أوقف رجل الأعمال والأعلام في سباق الانتخابات الرئاسية السابقة قبل أن يتم الإفراج عنه، وها هو السيناريو ذاته يعاد مرة ثانية، لكن هذه المرة مقابل ضمان مالي ب4 ملايين دولار. لا تتردد أصوات معارضة بالتشكيك في مصداقية القرار. الموضوع متاع ضغط على القضاء، وهذا التوقيت يصبح توقيت مريب وكل الأسئلة تطرح حوله. ما يحصل الآن هو ضرب للقضاء وضرب للسلطة التشريعية في نفس الوقت، وضرب لمصداقية الدولة في نهاية الأمر. الموضوع عليه الكثير من الشبهات. لكن قيادي حزب قلب تونس يرون أن رئيس الحزب تعرض لمحاكمة سياسية وشعبية أثرت على مسار التحقيق القضائي، وذلك لغايات حزبية في ظل الخلافات حول التعديل الوزاري. هناك أحداث سياسية قاعدة تصير، كما تشوفوا فما تحويل وزاري معطل،
هناك أطراف تستفيد من سجن السيد نبيل القرمي، وهذا كله ماهوش في صالح البناء الديمقراطي في البلاد. وإن شاء الله القاضي. قرار الإفراج عن نبيل القروي جاء بعد تلويح هيئة الدفاع عنه وزوجته باللجوء إلى القضاء الخارجي، وقالت الهيئة في وقت سابق إنها متأكدة من براءته. أعطيه الحرية لزوجي اليوم، وبربي يا قضاء اقف معايا، راني نحب القضاء التونسي يقف معايا، لا أريد الالتجاء إلى القضاء الخارجي. لا شك أن الإفراج عن أحد أبرز الفاعلين في المشهد الحزبي ستكون له تبعات سياسية وفق متابعين في ظل أزمة متصاعدة في البلاد. من هنا جاء أعلان القضاء المالي الاقتصادي قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، لكن سرعان ما أثار القرار جدلا واسعا حتى قبل مغادرة القروي للسجن. قرار قضائي صب الزيت على نار الجدل السياسي الراهن. وسام الدعاسي، العربي، تونس. مغاربيا أيضا، هذه المرة من ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الليبية في تصريح للتلفزيون العربي أكد أن قائمة التشكيلة الحكومية ستكون جاهزة يوم غد الخميس، وأشار المتحدث باسم دبيبة إلى أن القائمة ستسلم لمجلس النواب حتى تمنح الثقة لاعتمادها، مؤكدا أن أولويات برنامج الحكومة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة تتمثل في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل. في الأثناء، شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال مكالمة مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، الذي دعا بدوره مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، وطالب صالح الحكومة باحترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وأعلان القاهرة. ختام الفقرة المغاربية، عودة الآن من جديد إلى بدر وما تبقى من أخبار الساعة الأخيرة. إليك بدر. شكرا جزيلا مسام. شكرا. في لبنان، وصلت أسعار الوقود ارتفاعها رغم قرار السلطات بدعمه، وأثر ارتفاع سعر الوقود والمازوت على مختلف جوانب الحياة، ما دفع الاتحاد العمالي للتلويح بالتصعيد. بالمقابل، يرى مراقبون وناشطون أن رفع الأسعار هو تمهيد للرفع الجزئي لأسعار بعض السلع الأساسية. يشتري الوقود بالعملة الأجنبية رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أضعافا مضاعفة. بعناية مبالغ فيها يصون عصام مولد الكهرباء الخاص به، فنفاده من المازوت قد يفتح أمامه أبواب نفقات غير محسوبة. بعدنا على 1005، بس انتين نحن منعلي السقف ما منعرف، لأنه نحن عم نكلها، نحن بديل عن الدولة، الدولة ما عم بتأمن للمواطن، نحن عم نأمن له، يعني الكف عم بيجي علينا مش على الدولة، ونحن قديش بنقدر على الأرض نضاين راح نضاين. رفع سعر البنزين وارتفعت معه نبرة أعضاء الاتحاد العمالي العام. اجتمع الأعضاء الممثلون لأحزاب السلطة والمنضوون تحت اسم الاتحاد للمطالبة بإعفاء السائقين العموميين من الشراء بالسعر الجديد. موضوع المحروقات وأسعارها كل جمعة ألف ألف وشوية ألف ألف وشوية ممكن توصل. طيب كيف بده يقدر يكفي الشوفير؟ أو بده يغلي السعر، أو إنه شو بده يعمل بهالموضوع؟ يتهم الاتحاد بإطلاق شعارات من دون أي ترجمة للخطوات العملية، فالاتحاد العمالي بحسب منتقديه بات دمية بيد الأحزاب الممثلة في السلطة. يصح يكون اسمه اتحاد الاستنكار العام، لأن كل شغلته على كل قضية يستنكر ويفرغ الحركة العمالية من مضمون السياسي، وهذا الشيء تلمسناه بكذا موقف. أولاً أنه عطول هو يستنكر ويستنكر ويستنكر، ثانياً أنه ما عنده أي تمثيل فعلي قاعدة بين العمال. عداد الأسعار المرتفع في كل السلع لم يوفر سلعتي البنزين والمازوت، وهو ما يثير شكوك المراقبين حول إمكان التمهيد لرفع الدعم عن المادتين بشكل تدريجي. معلومات لم يؤكدها المعنيون، ولكنهم لم يصدروا نفياً لها،
وسط أزمة اقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم. رفع أسعار الوقود تدريجيا سيزيد فاتورة الضرائب التي تفوق القدرة الشرائية لأكثر من مليون لبناني بحسب مراقبين، فاتورة تعود أرباحها إلى سلطة تحصل المستحقات ولا تعطي الحقوق. حسن خريص، العربي، بيروت. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأن الاتصال سيتناول مواضيع عدة رافضة إعطاء معلومات مسبقة عن مضمون. كما قلنا في السابق، إننا ملتزمون بنشر تقرير عن مقتل جمال خاشقجي بعد نزع السرية عنه، وسيصدر قريبا، ليس بوسع تحديد تاريخ نشره. وفيما يتعلق بموعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس والملك سلمان، فإن المكالمة ستجرى قريبا. الآن عودة مرة أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي مع مايا. شكرا لك بدر، أهلا بكم من جديد. اللقاح في مصر لن يكون بالمجان، تصريح أشعل الجدل على المنصات، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي فاقمها انتشار فيروس كورونا. وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أعلنت عن دفع رسوم مقابل اللقاح بالنسبة للمقتدرين، وذلك خلال مداخلة في قناة محلية. غير القادرين هيبقوا 100% معفيين، والقادر هيبقى رسوم، مش هتبقى يعني رقم ممكن يعيق ان هو ياخد اللقاح. بعض قد يسدد رسوم، ما هي هذه الرسوم؟ مش هتزيد في الجرعتين عن 200 جنيه، ولكن احنا لو انا مواطن مش مسجل غير قادر بس عندي تحدي مالي في فترة زمنية محددة ومعيش ان انا اجيب ال 200 جنيه في اللحظة دي، بيتعمل تقرير في المستشفى أو في مكتب معين هيعمل له إعفاء. عايزة بس أقول إن دي رسوم بسيطة. وأضافت الوزيرة مشاهدين أن مصر تعاقدت لتأمين 100 مليون جرعة للقاح كورونا، وهي تكفي فقط ل50 مليون مواطن، وتهدف الرسوم لتحقيق استدامة توفير اللقاح. هذه التصريحات طبعا خلفت ردود فعل على المنصات. الناشط المصري محمد الديب تساءل، رغم علمي أن تلك التكلفة بسيطة، ولكن السؤال ماذا عمن يتم الخصم من رواتبهم ومعاشات تقاعدهم لمكافحة تلك الجائحة، أو من يتم الخصم منهم 1% من مستحقاتهم للتأمين الصحي. وانتقد الصحفي المصري محمد الأحمدي فرض هذه الرسوم، حيث غرد، كل دول العالم بتوزع اللقاح مجانا وإحنا حنوزعه بفلوس وهو جاي لينا مجانا أصلا. في حين اعتبر الصحفي عمر الإمام أن القرار غير مدروس وغير منطقي، وطلب الوزير بتوضيح القرار الذي يهدف إلى استنزاف الشعب على حد تعبيره. وفي موضوعنا الأخير لليوم، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الإساءة أو الاستغلال الجنسي، فيسبوك يعلن عن اختبار أدوات جديدة لمنع الأشخاص من مشاركة المحتوى المسيء للأطفال وتطويره أدوات الكشف والإبلاغ. فيسبوك قالت إن استخدام المنصة لإيذاء الأطفال أمر بغيض وغير مقبول، لذلك تركز الشركة جهودها على مكافحة استغلال الأطفال من خلال منع الإساءة واكتشاف وتحري أي محتوى ينتهك سياساتها، وكذلك العمل مع الخبراء والسلطات من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال. وجاءت مشاهدين هذه الخطوة بعد اكتشاف فيسبوك لأكثر من 13 مليون صورة مسيئة في فترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي، وانتشار حوادث اعتداء جنسي على الأطفال عبر منصته. وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للأطفال المفقودين أو المعرضين للإساءة والاستغلال أن فيسبوك هو أكثر جهة تكنولوجية تحتوي على محتويات تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. خطوة فيسبوك هذه طبعا لقيت ترحيبا، إلا أن البعض اعتبر أنها جاءت متأخرة.
البروفيسور والخبير بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال مايكل ساتر اعتبر مبادرة فيسبوك لحماية الأطفال أمر عظيم، خاصة أنها تتضمن تطوير خيارات الإبلاغ وإضافة خيار جديد متعلق بالأطفال تحت خانة التعري والنشاطات الجنسية ليتم التبليغ عن المحتوى. والمحامية المختصة بقضايا الإتجار بالبشر إليزا تشرح في هذه التغريدة أنه لم يبلغ عن أي محتوى إباحي يتضمن أطفالا بين عامي 2008 و2020 في أحد أشهر المواقع الإباحية. في المقابل كان فيسبوك مسؤولا عن 94% من 69 مليون صورة استغلال جنسي للأطفال تم الإبلاغ عنها عام 2019. وفي الختام كتب مقدم البرامج الطبية دروب بينسكي: إذا كنتم تريدون السماح لأطفالكم باستكشاف وسائل التواصل الاجتماعي، كونوا مستعدين لتعرضهم لمحتوى جنسي حتى لو كانوا في 7 من العمر. بهذه التغريدة نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام الفقرة. عودة إلى ما تبقى من الساعة الأخيرة معك. شكرا جزيلا لك مايا، وكلام صحيح ومخيف بالمناسبة بالنسبة للأطفال. نعم، ويستوجب الرقابة طبعا. أكيد أكيد. شكرا لك. أثارت وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريدريك فيدال موجة انتقادات من رؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار اليسار الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية. ومصطلح اليسار الإسلامي غالبا ما يستخدم هناك من قبل سياسيي اليمين المتطرف لتشويه سمعة خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرف الإسلامي والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية. فجأة ومن دون سابق إنذار بات من المستحيل على الموظفين في بعض المستشفيات الفرنسية الولوج إلى نظم المعلوماتية الخاص بها، فقد تعرضت هذه المستشفيات لعملية قرصنة استمرت أياما. ماكرون استشعر الخطر سريعا وأعلن تخصيص 1 مليار يورو لمواجهة الأعداء المتخفين خلف أجهزة حاسوب، بينما وصف وزير الصحة هذا الاعتداء بالجبن. أشعر بالإشمئزاز، لا أفهم سبب الهجوم السبراني على المستشفيات، إنهم بذلك يضعون حياة المرضى في خطر محدق. قطعت شبكة الإنترنت وخطوط الهاتف، ألغيت عمليات جراحية ونقل بعض المرضى إلى مستشفيات بديلة، ما شل الحركة في كثير من الأقسام الطبية. القراصنة تحتجز المعلومات وطلب فدية مقابل تحريرها. ففي ظل الأزمة الصحية الحالية يجد القراصنة في المستشفيات ومصادرة معطياتها الطبية وسيلة رابحة للابتزاز المادي. المستشفيات في مرحلة حساسة لأن الجسم الطبي مشغول بمعالجة المرضى ولا يملك الوقت للاهتمام بالنظام الأمني للمواقع الخاصة به. هذا الهجوم السبراني أحدث قلقا لدى الفرنسيين، فاحتجاز ملفات المرضى يظهر أن العدو الخفي بلا رحمة. أشعر بالأسى تجاه المرضى، فأنا أمانع أن يعرف الآخرون سجلي الطبي. إنه أمر مخجل وفاقد للاحترام، من أجل المال يقومون بعمل غير أخلاقي دون احترام للمريض. الرئاسة الفرنسية أصدرت توجيهات صارمة بعدم الرضوخ للابتزاز، وأوصت بإنشاء بيئة لتعزيز الأمن الإلكتروني عبر تكثيف الروابط بين البحث العلمي في القطاعين العام والخاص وتقليص حضور الفاعلين الأجانب الذين يمثلون حاليا بين 30 و40% من السوق الفرنسية. في عام 2020 تضاعفت عمليات القرصنة 4 مرات عن السنوات السابقة، وهذا ما خلق أزمة داخل أزمة، وأظهر هشاشة النظم المعلوماتية المتحكمة بالقطاع الطبي. لذلك وجب على الحكومة بحسب الخبراء الإسراع في الاستثمار لمنع الوقوع في شباك القراصنة. محمد حجي العربي، باريس. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل سيزوران الجمعة مدينة هيوستن في تكساس لتفقد الولايات الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسببت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب. وتسببت موجة الثلوج غير الاعتيادية في جنوب الولايات المتحدة بمقتل العشرات جراء الصقيع، كما أدت إلى نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعار الغاز.
هذا وقد حذرت السلطات المحلية من احتمال تلوث المياه حال توفرها، وصدرت توجيهات بضرورة غلي المياه قبل استعمالها أو استخدام المياه المعلبة عند توفرها. والآن إلى الكاريكاتير في الختام، شكرا لكم.